أهلا بكم في محورنا الثالث والأخير، نتابع فيه تطورات الوضع والحال في فلسطين المحتلة، ورحب بضيفي المحلل السياسي من نابلس سامر عنبتاوي. أستاذ سامر مساء الخير، أهلا بك في نبض بلد، وأبدأ بسماع تعقيبك حول تطورات الأوضاع اليوم، حالة الإضراب العام، الجنازات، تشيع الجنازات، الخلاف مع السلطة الوطنية الفلسطينية تحديدا في جنين ونابلس، ما الذي يحدث بتقييمك أستاذ سامر اليوم؟ أسعد الله مساءك ومساء كل من يشاهد مع أهلنا بالأردن خاصة، تحياتي لكم جميعا. يعني الجنازات اليوم في نابلس أو ردة الفعل على مستوى الضفة الفلسطينية هو شبه عام الإضراب الشامل كافة المناطق، لأنه حدث الأمس في جنين كان يعني شبيها بالمجازر السابقة ولكن بعنف واضح، واستشهد فيه هذا البطل الذي فعلا تحدى والذي واقف في وجه هذا الاحتلال. هذا الرجل عبد الفتاح قروشة قضى من عمره 8 أعوام في السجن، خرج منذ شهرين والكل يعلم بهذه المعلومات الآن، وقام بهذه العملية وكان موجودا في مخيم جنين. وأهم ما ميز ما وجد بأمس في مخيم جنين حالة الوحدة الميدانية في الميدان، حيث 5 من الشهداء هم من كتائب شهداء الأقصى التي تنتمي لحركة فتح، وعبد الفتاح خروشة الشهيد ينتمي إلى حركة حماس، وفعلا دافعوا عنه بالدم حتى آخر لحظة. لذلك تجسدت حالة الوحدة وتجسدت الوحدة الميدانية والشعبية بشكل واضح، وسرعان ما تأثرت كل الضفة الفلسطينية وقطاع غزة نتيجة هذا الموضوع. اليوم عم الإضراب الشامل نابلس، عم الإضراب الشامل جنين، وكان التجاوب كبير جدا. وبالمقابل أيضا حصلت بعض المناوشات على أطراف قطاع غزة. اليوم عندما خرجت جنازة الشهيد، طبعا كل شهيد من هذا النوع وكل شهداء نابلس وشهداء الضفة يستحقون منا كل الاحترام وكل المشاركة الشعبية، ودائما ما يكون التحضير لهذه الجنازات بشكل كبير ومشاركة فاعلة من أكبر قطاعات من المجتمع بالآلاف. اليوم ما حصل سوء فهم فعلا، أن التنسيق كان بالأمس، هناك خلاف أن تذهب الجنازة بسيارة الإسعاف إلى موقع قريب من مخيم عسكر وتنطلق هناك بالآلاف في هذه المنطقة، ولكن هناك مجموعة من الشباب أخذوا الجثمان ونزلوا في من المستشفى إلى شارع رفيدة إلى ميدان الشهداء، وهذا الموقف كان بوجود الأجهزة الأمنية في تلك اللحظات، مما أدى إلى وجود صدام للأسف يعني ظهر على الشاشات وظهر، وأنا مردود هذا في اتجاهين. أعتقد الاتجاه الأول عدم مقدرتنا على تحقيق الحكمة في التعامل مع هذه القضايا بأن الشهيد يستحق أكثر من ذلك والتحضير أكثر من ذلك، والقضية الثانية قدسية الشهداء وقدسية العمل الوطني تتطلب التعالي على كل الخلافات وعلى كل المناوشات. لذلك قد يكون البعض أخطأ من الشباب، ولكن ردة الفعل كانت أيضا خطأ بالتعامل بهذا الشكل معها. ولكن بعد ذلك أعيد الاعتبار للشهيد، حيث انطلقت الجنازة باتجاه مخيم عسكر بالآلاف وبمشاركة الجميع، وبالمناسبة مرة أخرى أعضاء من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح حملوا الشهيد، وتجسدت أيضا هذه الوحدة، وفعلا انتقل الشهيد إلى مثواه الأخير. الآن نحن نتحدث عن ظاهرة مرت ونأمل أن لا تتكرر، لأنه بصراحة ما يتطلب الشعب الفلسطيني الآن لا يوجد لديه خيارات، لا ليس هناك خيارات مع هذه الطغمة الفاشية، مع هذه العنصرية، الحكومة الفاشية في دولة الاحتلال، لا يوجد خيارات لدى الشعب الفلسطيني ولا للقيادات الفلسطينية. الممر الوحيد الذي يجب أن نمر به هو حالة الوحدة الوطنية التي تتجسد في الميدان على أن تتجسد في القيادات وما اتفق عليه من تطبيق ذلك. لذلك لا يمكن التعامل مع هذه القضايا بمرور الكرام، يجب مراجعة العمل بشكل واضح، ويجب أن نزول عند رغبة الجماهير في الوحدة الوطنية، وهذا كما رأيناه أيضا في الميدان وفي التجاوب وتفاعل الشعبي الكبير مع الشهداء ومع المقاومة في الداخل الفلسطيني. أستاذ سامر، الحديث كل الحديث مستمر حول ما سيكون في قادم الأيام، وأن الحال في فلسطين لن يهدأ، وأن شهر رمضان أيضا سيكون شهر غليان إن صح التعبير في الشارع الفلسطيني. وجهة نظرك؟
نعم، هو بداية دولة الاحتلال تلمح منذ أسابيع ومنذ استلمت هذه الحكومة أن شهر رمضان سيكون حافلا وسيكون عنيفا، ويحاولوا أن يصوروا أن الشعب الفلسطيني يجهز نفسه للعنف ضد الاحتلال في هذا الشهر وترافقه مع الأعياد اليهودية. أعتقد أن من يجر إلى هذا العنف وإلى هذا التوتير هو دولة الاحتلال بكل الممارسات التي تقوم بها من قتل ومن اجتياحات ومن ما إلى ذلك. أيضا هناك قضية الأسرى، وهي قضية مهمة جدا، ويتشكل الضمير الفلسطيني الأسرى في سجون الاحتلال، ونقولها في أكثر من مجال، وهذا يجب أن يكون واضحا على الإعلام ويكون الكلام فيه واضح على الإعلام. هؤلاء السجناء الأمنيون، سجناء الحرية، المعتقلون منذ عشرات السنين، خاضوا العديد من المعارك مع الحكومة الإسرائيلية لتحقيق بعض الحقوق لهم داخل السجون، الحقوق الإنسانية، الحقوق المطلبية الإنسانية. جاء بن غفير الآن ليحاول سلب هؤلاء السجناء هذه الحقوق بالضربات والممارسات اللا إنسانية والهمجية تجاههم، لذلك هم سيخوضون الإضراب عن الطعام بداية شهر رمضان. أيضا دولة الاحتلال تتنامى اعتداءاتها يوميا، المستوطنون يتنامى اعتداءهم يوميا. بالأمس كانوا في حوارة ورأينا ماذا فعلوا وكيف هاجموا الناس والمحلات التجارية وكل ما إلى ذلك. أيضا الجرائم ترتكب، الحواجز العسكرية، الممارسات، كل التصريحات لهذه الحكومة التي فيها بن غفير وسموتريتش، وأيضا ينضم إليهم نتنياهو. وأعتقد هنا في تلخيص للحالة السياسية في القيادة السياسية الإسرائيلية أن هناك تبادل للأدوار. من جهة نتنياهو يستغل تطرف بن غفير وسموتريتش ليضغط وينتزع من الفلسطينيين استسلام حسب توقعاته، ويستغل برامجهم لتنفيذ ما هو في المكنون الإسرائيلي وفي مكنون الحركة الصهيونية. ومن جانب آخر بن غفير وسموتريتش يستغلون هذه الفرصة ويضغطون على الجانب السياسي ويضغطون أيضا على نتنياهو للقبول بقراراتهم العنيفة والغبية في كثير من الحالات. والسبب في ذلك أنهم يعلمون تماما أن نتنياهو فيما لو عرضهم أو وقف في طريقهم ستفشل هذه الحكومة وهذا التحالف اليميني، ونتيجة ذلك أن يكون السجن مصير نتنياهو. لذلك كله لهذه العوامل كلها أعتقد أن التصعيد هو عنوان المرحلة القادمة. نعم. التصعيد من قبل الإسرائيليون، وبالتأكيد هناك ردود فعل وطنية فلسطينية تتنامى يوميا في كل المواقع. أشكرك كل شكر المحلل السياسي الأستاذ سامر المتابع، كنت معنا مباشرة من نابلس، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا. شكرا ليلة. لكم.